تفاصيل المواجهة الروسية الأوكرانية والحرب هناك والعمليات العسكرية، خصوصا أن كورسك هي منطقة روسية، مع حسين الشيخ مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو. حسين، أهلا بك معنا. إذا لو وضعتنا بدقيقتين، يعني نعتذر الوقت يداهمنا، تفاصيل ما يجري في كورسك، خصوصا وأن كورسك لأسبوعين الآن أو أكثر من أسبوعين تشهد عمليات قتالية وهي في الداخل الروسي. نعم رعد، أكد مصدر عسكري في الجيش الروسي على أن القوات الروسية تسيطر على جميع خط المواجهة في مقاطعة كورسك، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية على أن قواتها اليوم وخلال الساعات الماضية قضت على أكثر من 300 مقاتلا أوكرانيا، إضافة أيضا إلى تدمير حوالي 15 آلة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية. بالفعل رعد، عمليات كورسك مستمرة حتى هذه اللحظة، هناك مزيد من المعارك تدور بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، لكنه يجب الإشارة إلى أن القوات الروسية المشاركة في عمليات كورسك حتى اللحظة يمكن وصفها على أنها قوات احتياط، وأن قوات النخبة في الجيش الروسي لازالت في منطقة دنباس وتحديدا في مقاطعة دونيتسك، حيث تشير المصادر إلى تقدم كبير للجيش الروسي في تلك المقاطعة وتحديدا في منطقة دنباس. أيضا تستمر الضربات الصاروخية الروسية على مناطق عديدة في أوكرانيا ومنها منطقة سومي. أيضا الدفاع أشارت اليوم إلى أن قواتها أيضا استهدفت نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب دون ذكر مكان تجمع ومكان استهدافهم من قبل الجيش الروسي. نعم حسين مشيك، شكرا على هذه الرسالة الموجزة والسريعة والمفصلة في نفس الوقت. شكرا جزيلا لك حسين الشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو على هذه التفاصيل، شكرا لك.